الأخيرة يستطيع أن يلاحظ نشاطا ملحوظا لمكافحة الفساد في المصالح الحكومية. أكثر من قضية كبيرة، شفنا حاجات في وزارة التموين، شفنا حاجات في الكسب غير المشروع، شفنا أشياء، والنهاردة قضية فساد في وزارة الري. ليه يبقى في قضية فساد في وزارة الري؟ ليه يبقى في رشوة في وزارة الري؟ الزميل يسري البدري مساعد رئيس تحرير المصري يوم، أهلا بيك يسري، ازيك؟ استاذ عمرو ازي حضرتك؟ ايه الحكاية وايه اللي حصل النهاردة قضية الرشوة في وزارة الري؟ هو احنا قدام ضربة جديدة من ضربة الأجهزة الرقابية في تحقيقات مع 12 متهم، منهم من هم داخل وزارة الري ومنهم من هم خارج وزارة الري في هيئة عليا كما سمتها جهات التحقيق. 12 متهم، الرقابة الإدارية أجرت تحقيقات موسعة وتسجيلات وتسجيل لقاءات وتسجيل محادثات استمرت ما يقرب من عمل 3 أشهر في وقائع تتعلق بالرشوة. المتهم الأول في هذه القضية هو رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، والمتهم الثاني هو مسؤول في هيئة عليا هي هيئة قضائية، محبوسين، وأيضا باقي المتهمين منهم من يعمل في شركات مقاولات وشركات إنشاء ومحاسبين، منهم 5 أشخاص توسطوا في منح المتهم الأول والثاني مبالغ رشوة. المتهمين حصلوا على مبالغ مالية تراوحت من 50 ل 150، بل أن المتهم الثاني حصل على رشوة هي عبارة عن وحدة سكنية داخل جولف بورتو مارينا، يعني ما بين 50 و 150 ألف جنيه. أيوة، بس القصة دي الخمسين والمية وخمسين ألف جنيه دي فيها حاجة جديدة يا أستاذ عمرو، إن هو ده بتتصرف بشكل دوري، يعني الراجل ده عامل تسهيلات انه بياخد الرشوه بالتقسيط. يعني المتهم الاولاني في واقعه بالانجاز، يعني الاداره يعني بالاهداف، يعني هو الراجل ده اصلا، يعني المتهم السابع والثامن مالكين شركات مقاولات، ايضا التاسع شركه مقاولات، دول مسنود ليهم اعمال تاهيل ورفع كفاءه الترع في أشمون والبجور والمنوفية والحتت دي، فالمتهم ده بيخلص لهم المستخلصات بتاعتهم ويتغاضى عن الحاجات اللي هي اللي موجودة في المناقصة أو المزايد، بل إنه بعض الأشخاص منهم كانوا بياخدوا الأعمال بالباطل من الشركات برضو بيدفعوا مبالغ مالية. يعني في المتهم الأول خد والبلد بتصرف دم قلبها وفي ناس بتسفها. بس الملاحظ انه الاجهزه الرقابيه كانت رصده ده بتحرياتها بتسجيلاتها بالاذونات اللي خدتها من نيابه امن الدوله ومتابعه ده، حتى اللقاء اللي جرى في محافظه البحيره تحديدا مدينه دمنهور كان مسجل، والراجل خد مبلغ 5000 جنيه رشوه في هذا اللقاء. في القصه دي انه هو بياخد القصه دي بالتقسيط، اللي هو في الاتحادات قالت انه المتهم خد مبالغ الرشوه بصفه دوريه 5 مرات بدات من شهر فبراير 23، قيمة المبلغ كان 50 ألف جنيه. في مرة تانية المتهم ده خد المبلغ رشوة على 6 دفعات، المبلغ كان 24 ألف جنيه. المتهم التاني هو اللي طلب فيلا في الساحل الشمالي. ده باشا ده لا ما ياخدش 5 و6 وعايز فيلا في الساحل. هو حتى الفيلا في الساحل الشمالي هو كتبها بقيمة لا تتناسب مع قيمتها، كتبها بقيمة 1,800,000 جنيه، وده لا يتناسب مع قيمة الفيلا دي، وهو حتى ما سددش المبلغ اللي هو 1,800,000 جنيه، وده اللي كشفت عنه التحقيقات، مقابل ان هو يشكل لجنة عليا في فحص اعمال تأهيل الترع في مدينة اشمون ومدينة الباجور في المنوفية. احنا قدام واحدة من القضية بدأت بتحريات رقابة إدارية، استئذان نيابة أمن الدولة العليا المؤخرة، نيابة أمن الدولة العليا حققتها، المستشار خالد ضياء المحامي العام نيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، والقضية الآن تسلمتها محكمة الاستئناف تمهيدا لتحديد دائرة لنظر محاكمة هؤلاء المتهمين باتهامات تتعلق بالرشوة وتلقي عطايا مالية مقابل الإخلال بواجبات عمل. قل لنا تحقيقات إمبراطور الذهب، إيه حكاية إمبراطور الذهب دي؟ طيب عشان القصة دي لازم نتكلم فيها بهدوء يا أستاذ عمرو. القصة دي بدأت
يعني ببيان من شعبة الذهب قالت فيه أنه الصاغة لم تغلق وأنه هو الأعمال مستمرة في منطقة الصاغة. الكلام ده كان من 10 أيام بالضبط. حضرتك استضافت أحد الأشخاص الممثلين المسؤولين عن غرفة صناعة الذهب وقال أنه هو تاجر ذهب خام. التحقيقات حتى هذه اللحظة لم تنتهي وأن هذه القضية من وجهة نظري وفقا للمعلومات المتاحة حتى هذه اللحظة نحن أمام شبكة فساد كبيرة جدا تتعلق باتهامات منها تهريب الذهب الخام خارج البلاد، منها حيازة كميات كبيرة من الذهب الخام غير مدموغ، منها التلاعب في الأعيرة والموازين في قصة الذهب. إمبراطور الذهب اللي لقبوه اللي الصغة بتقول عليه إنه هو تاجر ذهب خام تم ضبطه في أحد المناطق الحدودية تحديدا يعني على طريق مصر اسكندرية في الصحراء، وكان بحوزته ما يقرب من 165 كيلو ذهب وفقا لما هو تم 165 كيلو ذهب بالفعل يا فندم. تم ضبط محلين موجودين ليه في الصاغة، وأيضا التحريات شغالة على ما يقرب من 100 محل وورشة لهذا المتهم فقط، هو المتهم الرئيسي. عنده 100 محل وورشة على مستوى الجمهورية، بل أن المتهم ده شريك في أحد المناجم الخاصة بالتنقيب عن الذهب. يعني عنده مش محل، عنده منجم ذهب. لا هو المفروض ان هي القصه دي الدوله كانت ادت المنجم ده لشركه، الشركه حصل اتسحب منها المنجم فكان ده شريك في احد المناجم، وده موجود لدى مجلس النواب، كان مجلس النواب مشكل لجنه تقصي حقائق على هذا المنجم تحديدا. بعد القبض على الراجل ده تم القبض، اعلان القبض على احد رجال الاعمال اللي هو رئيس مجلس اداره منجم الذهب ده، وبعديها على طول تم استجواب عدد كبير جدا من تجار الذهب. ده موضوع ضخم يعني. حتى امبارح كان في معلومات عن القبض على 5 تجار، ال5 تجار اعترفوا على 5 تجار، ال5 تجار التانيين اعترفوا على 5 تجار. انا بقول لحضرتك الواقعة لم تنتهي، الجهات المسؤولة حتى هذه اللحظة من لملمة كل اطراف هذه القضية، احنا قدام شبكة بتتساقط الواحد تلو الاخر في اعمال التهريب اللي كانت بتتم لدولتين تحديدا، وايضا اعمال التلاعب وقصه ارتفاع الجنون للاسعار، خاصه انه اصابع الاتهام تشير الى هذا المتهم بانه واحد من المتحكمين والمسيطرين على سعر الذهب في مصر. كمان التلاعب في القصه دي من ضمن المفاجات والمعلومات ان هو بدا يتداول خلال ال 48 ساعه انه في سبائك ذهب مغشوشة تم طرحها في الأسواق، بلغ يعني المبلغ ضخم، أنا الرقم ضخم أنا مش عايز أقوله لغاية دلوقتي، إنه التحقيقات حتى هذه اللحظة لم تنتهي من هذه القضية اللي أنا بعتبرها واحدة من ضمن أكبر القضايا. لا يعني يا يسري، تم تداول سبائك مغشوشة ولا لم يتم تداول سبائك مغشوشة؟ والله وفقا للتحقيقات التي جرت مع المتهم الاول واللي وجه لها ما يقرب من 179 سؤال وجه الاتهام، منها انه طرح كميات كبيره من السبائك اللي هي السبائك النحاسيه مطليه بالذهب في الاسواق لبعض التجار. يعني وهذه برضو عشان كده لازم نقول للناس لو سمحتم تعاملوا مع تجار الذهب اللي بتثقوا فيهم، ولو سمحتوا اهتموا بالفاتوره. محدش يا جماعه يضحك عليك ويقول لك اديك ارخص. الدهب ما بيتباعش ارخص، مفيش اوفر على الدهب. يعني احنا قدام قضيه العمر، اعتقد ان التحقيقات والجهات الكثيره اللي هي شغاله في هذه القضيه تعمل وتعمل بجهد لتحقيق العداله في هذه القضيه، خاصه ان هناك عدد كبير تم استجوابهم، من الوارد ان هم يكون لهم علاقه بهذه القضيه، من الوارد ان هم يكون ليس لهم علاقه بهذه القضيه، والاستجواب على سبيل ان هو الوصول للمتهمين الاساسيين في هذه القضيه. الاستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير مصر يوم، بشكرك شكرا جزيلا. لو سمحتم يا جماعه، رغم ان ده طلب ساذج، اما تشتري دهب اشتري من حد، وعلى فكرة احنا عندنا كمية تجار زي البرلنت، اسامي زي الطبل وزي الورد في السوق، انت مش محتاج تروح لحد مغمور بيبيع لك في البيت، مش محتاج ده.
ولا تصدق ابدا ان هناك ذهبا رخيصا. مفيش ذهب رخيص، مفيش حد هيجيب لك فرصه حلوه وسعر كويس، مفيش حاجه كده خالص. ده ولا في الاحلام. اللي يجيب لك ده معناه لان هو بيقول لك حاجتين، حد يقول لك ارخص ومن غير فاتوره، يبقى حضرتك كده في الكلانش. لو الدهب ده جرامه ناقص او مش دهب، انت لا يحميك احد. انت تروح للتجار، ده احنا عندنا ساغة يا جماعة، يعني غير المحلات الاخرى طبعا، ولكن عندنا حاجة اسمها ايه؟ الساغة. ناس بتشتغل من مئات السنين، اسماء زي، يعني لو اقول لك الاسامي زي الطبل. خش الساغة معزز مكرم، ده لو هتشتري دلوقتي معزز مكرم، تشتري حاجتك، تاخد فاتورتك، تشوف ميزانك، انت بتشتري دهب مش سندوتش فول وسندوتش طعمية. فمش مهم كان فاضي شوية الطعمية ما كانتش سخنة، لا ده دهب، ده شاع عمرك. فدقق من حقك، حطلي الجنيه على الميزان. احنا بناخد الجنيهات ازاي يا جماعة؟ ساشيه كده وتحط فيه البتاع وتمشي بيه. لا ليه؟ حصل ايه؟ الراجل عنده الميزان بتاعه قدامك عظيم جدا، حط الحاجة. انا عايز حضرتك تاخد الجراماج الصح، تاخد الجودة الصح، تاخد الدمغة الصح. ما تبقاش شاطر مع الدهب. الدهب ما فيهوش شطارة. من حاول اللعب مع الدهب ضاع. وفي ناس ضاعت. فأرجوكم خد حاجتك، عندنا محلات، عندنا تجار عظام، عندنا ساغة، عندنا محلات محترمة، عندنا أسامي كويسة، عندنا الفاتورة بتاعتك عشان لما تيجي في أي لحظة تبيع لي أو لغيره، هذه فاتورتي وحلم حياتي. في أي حاجة واخده منك، أنا واخد الدهب ده منك بالدمغة ديت، بالحاجة ديت، لو في عندك أي مشكلة لو سمحت. دي حكاية بكرة.